عمدة ولا عيب. انا مش بكتب عليك، انا بقول الحق. انا العمدة، انا العمدة سوستة. انت العمدة سوستة؟ ايوه. انت اخرك عمدة في المزرعة السعيدة والله العظيم. عمدة تطلع كده والامير مش عارف ايه يدينا 10,000 درهم هدية. انت خدت بالك؟ شد حاجة من الجو. بس انا عارف بقى الارياف وشغلها يعني، ما تقلقش. ايه الدليل يا ان انت العمدة؟ الدليل ان انا العمدة، ادخل على جوجل واكتب www. العمدة سوستة نصكم، هطلع لك انا على طول. متصور انا وحبيبة قلب صورة كده. مراتك؟ لا، الجاموسة. اهو ده اربعة منه في الجنينة، لا ضفادع ولا ناموس ولا الحاجات دي خالص. هو او قرص الريد، الاتنين قد بعض على فكرة. أو انا عايز اعرف بس، هم فصلوا بدلة عيد للعمدة زي بدلة الضابط كده؟ ايه ده؟ عايز ايه يا؟ انا مش عايز حاجة. انت اللي جاي يا عم، عمال تجر في شكل. انا كلمتك. انت مش جاي تسهر في الكباريه وتسلب فلوسك؟ ايوه، ففلوسي بقى، ما انا اعطيتها لناصح يحطها في البوسطة. اعطيتها لناصح؟ والله العظيم من ساعة ما جيت، ناصح ده ارجل عيل موجود هنا. ما هو ارجل عيل صح. والله كبرت يا ناصح عيل، وبقيت تعمل عمليات من ورايا. والله لما تيجي عيل. طب بتقول لي مين عيل يا عاد؟ بقول لك انت على نفسك. ولا عايزين. انا المعلم. ماشي. والله يا جه جه وش الخير والسعد والنور والهنا. كنت فين يا عسل انت يا عمور انت يا جميل انت؟ خد بالك عشان شد حاجه من الجنب. انا شفته بقى والله، المره دي شفته والله. انا بكلمه من هنا يعني، هو بيتكلم وانا واقف له كده. استنى. ازيك يا حمار؟ الحمد لله كله تمام. اخبار الجحش ايه؟ كنت لسه بشرب برسيم جوه دلوقتي. طيب يروح يلعب مع الفتيات عقبال ما اجيلك. حنية. يلا. حنية. راح بقى عليا، ما تشتمنيش تاني. ما اشتمكش تاني؟ ايوه. انا عاملك زي ابني. لا انت بتقسى عليا. يا ولا. يا نونو روح. يو يو يو. بس. يا ولا. سف على عمه. كده كخ يا حبيبي. كده كيف؟ بقول لك ايه، معاك فلوس؟ معايا. تلعب؟ العب. تعالى يا حماده. بص يا عم، ادي 10 و9 و8 تمام؟ انت كسر. استنى، ادي 10 و9 و8 تمام. طلع الواد. الواد اهو. غلط. معاك فلوس؟ معايا. تلعب؟ العب. ادي 10 و9 و8. طلع البت. البت اهي. عجبتني. تلعب؟ العب. معاك فلوس؟ معايا. يلا اهو، ادي 10 و9 و8. فين التسعة؟ تعبيط يا ابني. ما هي هي دي التسعة. هي دي التسعة. والله اول مره اشوفها والله العظيم. فين يلا الفلوس بتاعتي؟ هات يا عم الفلوس بقى، ما تضايقنيش. مالك في ايه يا عم؟ انا متضايق، لسه جاي من عند الدجال. قال لك ايه يعني الدجال ده؟ قال لي كل اللي هيحصل في المستقبل. يا عم ما تصدقهمش، دول بيخرفوا. بيخرفوا ايه؟ عارف فيروز؟ عارفها البت العيله اللي بتغني؟ بنت العيله اللي بتغني. انت عايز ايه في المستقبل؟ هتبقى ايه؟ ايه؟ كنزات. بالفواكه النسويه ولا ناس ب 3 جنيه. 3 جنيه؟ وانا هجيب طنبيل يا عم، انت مجنون يا عم. عارف صباح؟ عارفها البت الشحروره اللي بتغني. انت عارف دي هتعيش لحد مين؟ مين؟ ابراهيم كمال. مين ابراهيم كمال؟ ده اللي بعد السيسي. مين السيسي؟ يخرب بيتك. ايوه صح صح. ما تحطيناش في داهيه. خلاص. المهم إيه؟ ركز معايا عشان العصابة هتجن هنا وتسلمنا بضاعة. وهيعرفونا ازاي؟ مش مهم، انا اتفقت معاهم على كلمة سر. ايه؟ حكورة. حكورة؟ حلوة وجميلة وجديدة وبسيطة. هنشوف بقى لما يجوا العصابة، عشان لو نصبت عليا هنفخك. طب بقولك ايه؟ في مصلحة داخلها كمان شوية معايا. راكب. خلاص؟ نصبايا؟ نصبايا جامدة جدا. يلا بينا نركب. عارف المتر. مدير الصالة دي؟ ايه؟ حمار. ماشي. نقلبه في قرشينات ومنفلق معايا؟ معايا. تعالى. يلا. انت عادي يا كرشنكوف انت.
خلاص اجيب حاجه واجي. كوريا ايه ده؟ ايه ده؟ كوريا عامل ايه يا عوض؟ حبيبي يالا مبارك ايه يا بلطجي؟ عامل ايه انت مسكت ربنا فتحها عليك؟ اه شفت الحمد لله فلوس كتير جبتها. انا باخدها كل يوم بالليل بقى. بجد؟ اه ما انا بتوع عن الناس هنا. جدع يا عوض. انتوا عارفين بعض ولا ايه يا جدعان؟ اه طب بص بقى. ايه يا حبيبي؟ انا لسه جاي من عند الدجال. المزيكا اللي بتعملها في الحانه دي مش هتنفع خالص ولا هتجيب لك فلوس ولا اي حاجه. انت مجنون؟ مجنون ايه؟ احسن فرقه في مصر. فرقه ايه؟ انا جايب لك اسطوانه من مستقبل. دي انضف فرقه في مصر. دي اشرف فرقه في مصر. دي اعزف فرقه في مصر. دي انجح فرقه في مصر. دي اجمل فرقه في مصر. دي احلى منك ومن عيلتكوا الفرقه دي. دي انضف منك ومن شعرك. يا جماعه انتوا اللي الاتنين متفقين على اللي مختلف معاكم. اسمع مني، مشي الفرقه دي الاسطوانه اللي معايا عليها مزيكا من مستقبل عالميه. بجد؟ اه والله. لا بس اسمع بقى، المزيكا دي فرقه عالميه. اسمع الحته دي. طب سمعني. اعزفوا حاجه. سلام الخواجه. يا ابني احسن فرقه في مصر. مصدعين ولا ايه ده؟ ايه اللي بتعملوه ده؟ رأس يا رأس ايه؟ اقف عادل. ما ينفعش، الاسطورة بتقول ان الاغنية لازم تكمل. نبع معاك وحتة كده. ركز معايا. ركز. ايه؟ ايه الهبل اللي انت بتعمله ده؟ عايز ايه؟ اسمعك بقى الاسطوانه للمستقبل وشوف الفرق. سمعنا يا خبيبي. وسع. حطها في الجرامافون. ماشي. عندي جرامافون جوه؟ بجد؟ أسير الحزن من يومي وبكت عذاب وجنون، عمري جرح في يوم إنسان ولو جرحت القلوب. إيه الدنيا؟ إيه الدنيا؟ إيه الدنيا؟ إيه الدنيا؟ اهدى يا ابني خلاص. اهدى يا ابني اهدى. هي ده يا تلميذ؟ هي دي المزيكا. ايه رايك؟ 100 100. الاسطوانه ولا الفرقه؟ اطلعوا بره. اطلعوا بره. اطلعوا بره. بس يا ابني انت وهو مفيش غيرهم. انا عايز البتاع اللي معاك دي، مش عايز دول. هتدفع يعني؟ ادفع كل حاجه. طب اتكل انت على الله. انا همشي، انا هخرج اقلب الرقاصه وبعد كده اطلع في مظاهره ضد الانجليز. هو يا ابني، هو اي حد يمشي المظاهرات؟ ما انا هقول زي العيال اللي بيقول. هتقول ايه؟ هما بياكلوا حمام وفراخ واحنا الفول دوخنا وداخي وسيكسيك. سيكسيك سيكسيك بالليمون، واللي بحبه جدع مجنوني وسيكسيك. دي مظاهرات دي ولا فرح امك؟ ليمون ايه؟ وسيكسيك. امشي. سيكسيك. ده مجنون يا حبيبي ده. ركز معايا. وسيكسيك. ده ايه ده؟ مجنون يا حبيبي ده ولا ايه؟ هو ساعات بتقول. وسيكسيك. امشي اطلع بره. ركز معايا. هتدفع الفلوس في الاسطوانه دي ولا ايه؟ ادفع كل فلوسي. ده انت ده انت عالمي. ده انت احسن من عبد الخليم خافز. عبد الخليم ده اسرائيلي؟ اسرائيلي ايه؟ عبد الخليم خافز المغني الشاب الجديد العالمي. ليه بتقول عبد الخليم؟ عشان انا خواجه. خواجه؟ ايوه. شكلك مصري. قفشتني. انا فعلا مصري بس جاسوس انجليزي. خلي بالك وجاي اجندك في الجيش الانجليزي، عشان واحنا طالعين بالجيش الانجليزي امبارح اتقتل من الجيش واحد، فقلت اخدك معانا اجندك عشان اكمل الجيش ونركب العربيات ونتكل على الله ونرجع. لو هتدفعوا فلوس انا معاكم. تدفع كل حاجه؟ ادفع كل حاجه. انا اللي هدفع، انت اللي هتدفعوا. احنا ندفع فلوس؟ ايوه. وانت تبيع كل حاجه؟ ابيع كل حاجه. تبيع بلدك؟ ابيع بلدي. تبيع مصر؟ ابيع مصر. قفشتك يا كلب، انا العقيد شوقي غريب. انت مين؟ العقيد شوقي غريب. ولا العبيد حسام حسن. اهلا وسهلا. شوف شغلك يا حبيبي. هنشوف شغلنا وهنكسب ان شاء الله الماتش الجاي. نتقابل في المرور باذن الله. بقول لك ايه؟ بقول لكم ايه؟ بقول لك ايه؟ اجيب حاجه واجي. يا رب توب عليا من شغلانتي الكازينو دي يا رب. سجاير سجاير اللاكي سترايك
سجاير. سجاير يا عمدة؟ لا أنا ما بشربش سجاير، السجاير حرام. يعني السجاير حرام والخمرة مش حرام؟ دي مش خمرة، دي مية. ومالها المية؟ إيه؟ المية دي مش خمرة، دي مية. أيوة، ومالها المية؟ حرام يعني؟ أنا معرفش والله.